السلام عليكم خوتي، كيف حالكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. نهاركم مبروك الإخوان، ومرحبا بكم من جديد على هذا الموضوع، هذا اللي جد 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 مهم بالنسبة للناس اللي هما خايفين لقاو أو جاتهم، سمحوا لي، جاتهم نلاصة ديالهم، واخدين يعني مسجلين وباغين ياخذوا، كيتسناو في الموعد أنه يوصل لهم، يعيطوا عليهم ياخذوا الموعد، يمشيو يديروا جميع الإجراءات، واخدين نلاصة ديالهم، نلاصة ديالهم صحيحة، وخايفين في نفس الوقت. علاش خايفين؟ ما عرفش علاش. المهم غادي نوضح، لانني عاود توصلت بزاف ديال الميساجات باش ضروري ندير فيديو ونشرح للناس اللي هما تواصلوا معايا واللي هما ما تواصلوش معايا ايضا، وباغين يعرفوا على لا فيرما ديجيتالي ديال المدير في الكونترا، اللي هي هذه اللي هضروا عليها بزاف ديال الناس، بزاف ديال الاخوان، وبغيت نهضر عليها حتى انا. علاش؟ لان كثر عليا الميساجات والتسوال وكيفاش، ندير فيديو كل شيء غادي يستافد ان شاء الله. واللي بغيت نبين لكم وهو ان هاد الفيرما هادي كيف ما كتشوفوا فيها هنا الاخوان، كاين اللي عنده وكاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده وكاين اللي ما عندوش. سمعنا ان هاد الفيرما هادي اللي ما عندوش يعني الكونترا ديالو ما مكونفيرمياش، بحال ما موافقينش عليها، خاص ضروري تكون الفيرما ديال المدير هنا لتحت الديريجنتي هنايا كما كتشوفوا لي اللي فيها السيلو. ها هي جبت لكم كونترا هذه ديال مودينا الاخوان، فيها السيلو، فيرما فيها السيلو في التحت، كونترا اخرى فيها فيرما ديجيتالي باش تبان لكم مزيان الاخوان، كاينه الفوق وحده، سمعنا بانها كاينه لتحت وحده، قال لك كاينه الفوق، ها هي وحده كاينه لتحت وحده كاينه الفوق، وهادو ما فيهمش. هذه مثلا ديال اش؟ هذه ديال فورجا، هذه ما فيهاش. هذه ديال فينيسيا ما فيهاش. هذه ديال برينديزي ما فيهاش. علاش؟ انا غادي نشرح لكم علاش الاخوان، وعندي واحد السؤال خاصني نجاوب عليه ضروري ضروري لواحد السيد. فين هو السؤال؟ هو هذا الاخوان، شادي الموعد ومازال ما عيطوش لينا، قربت سالي الكونترا، جواب عافاك. انا نجاوبه هو الاول، هذا الولد هذا، شي الاخوان فاش كتجيك الكونترا، الكونترا مكتوبه فيها كتوفاق في 6 شهور، هادشي راه ديجا وشرحته لكم الاخوان، وشرحناه. المهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش وباقين يعني خايفين ثاني من الكونترا الى توفى، وهما في نفس الوقت كيتسناو في الموعد. الا كنتي الا جاتك فاش كتوصل بالكونترا، غير ما تخزنهاش الكونترا ديالك، غير ما تخزنهاش ولا توضر ليك ولا انت ما تمشيش تسجل في التي ال اس كونتاكت ولا تعيط القنصليه ولا وكتسنى في الموعد. شتا فاش كتجيك الكونترا وكتسجل في الموعد وكتسنى الموعد انهم يعيطولك، ما عندكش مشكل، راه واخا تبقى الكونترا عندك حتى عام ما عندكش مشكل، كون هاني، كونوا هانيين اخوتي اللي خايفين من الكونترا انها توفى، حقاش كاتبين فيها لتحت، راه فغودون 6 اشهر الا ما خديتيش الموعد، هما ما كاتبينش الا ما خديتيش الموعد، ولكن فغودون 6 اشهر النولا وسطى كتوفى، سكادي هذيك النولا وسطى. ولكن انت فاش كتوصل من النولا وسطى ديالك وكتواصل مع القنصليه باش تاخذ الموعد، المشكل فين كاين؟ المشكل ديال الموعد ديال القنصليه، انت كتسنى اون فوا كيعيطوا عليك كتاخذ الموعد ديالك، والدنيا هانيه، واخا توفى لك نور الله وسطى ما عندكش من شخاه، واخا هي مكتوبه لتحت، كتشوف فيها مكتوبه لتحت 6 شهور كتوفى الكونترا، غير ما تخزنهاش وما تلقى حتى مشكل ان شاء الله. فاش كتسجل كتسنى الموعد، واخا توفى الكونترا واخا توفى هذيك الدوز هذيك 6 شهور ما عندكش مشكل، لان المشكل ديال القنصليه، يعني القنصليه الايطاليه راه عارفه هادشي هذا، عارفه بلا ان التاخير ديالها هي والمشكل ديالها هي، ماشي المشكل ديالك. نمشيو اخوان القدام بلا فيرما ديجيتالي اللي قلنا اللي هي ديال المدير، حلل وناقش، حنا بغينا نتناقشوا في هذا الموضوع هذا الاخوان. المهم الناس اللي تواصلوا بالكونترا ديالهم تواصلوا مع تي ال اس كونتاكت وكيتسناو في المواعيد، تسجلوا داروا جميع الاجراءات وكيتسناو في المواعيد انهم يمشيو ويطبعوا يعطيو الباسبور باش يطبعوا لهم التاشيره. اللي بغيت نقول لكم الاخوان، حقاش كسر القيل والقال وبنادم بزاف خايف، انا ما كنبغيش ندير شي فيديو من ورا شي واحد هضر على شي موضوع ولا شي حاجه ونجي انا من وراه وندير فيديو، لا، انا بغيت نوصل وبغيت نشرح للمتابعين ديالي كيفاش هي العمليه باش الواحد ما يبقاش خايف. كي عندك لا فيرما ديجيتالي ديال المدير هنا، وكاين واحد التاريخ هنا كنشوفو فيه، هذاك التاريخ غير ديال لا فيرما، ماشي نهار غادي يمشي المدير، لا، هاد التاريخ اللي كاين هنا غير لا فيرما، هاد الباك هذا حتى انا عندي، يعني انت فاش هما كيصدروا هاد النولا وسطى الباك، يعني ديباندي على حساب البريفيتورا ولا المدير ديال البريفيتورا ديال مثلا ديال سبورتيلو اونيكو،
الا بغى يدير لا فيرما ديجيتالي، هاد الفيرما الصينية ديالو تخرج في البي دي اف كيديرها، ما بغاش هو ما كيديرهاش. يعني اختيار ديال هذاك اللي كيرسل لك البي دي اف. حتى انا بدوري عندي البيك، عندي البيك. البيك هو اشنو الاخوان؟ البيك هو المهم، البيك هو بي سي عفوا سمحوا لي، بي او سي يعني بيك، يعني بوستا الكترونيكا سيرتيفيكاتا، وهو البريد المسجل. بوستا الكترونيكا سيرتيفيكاتا بي، بوستا او الكترونيكا سي سيرتيفيكاتا بالايطالية، وهو البريد المسجل. الا بغى يعني شي واحد يرسل بيك وبغى يدير الفيرما ديالو ديجيتالي اللي هي كتخرج يعني الكترونيكي الكترونيه كتخرج، ما بغاش يديرها ما يديرهاش. بزاف ديال العمالات ما كيديروهاش، وعمالات كيديروها بحال عماله مودينا عندها لتحت، عماله اسكولي بيتشينو عندها الفوق كيف ما كتشوفوا. وقلنا بان هاد العمالات هادو بزاف ديال العمالات ما فيهمش، واللي علاش قلت لك انا حلل وناقش. المهم هادو كلهم توصلوا يعني من الوسطى ديالهم، شاركوهم معايا. والغريب في الامر الاخوه اللي بغيت نقول لك علاش قلت لك ما تخافش، بغيت نوضح لك اكثر الاخوان، بغيت نوضح لكم اكثر باش ما تبقاوش خايفين. المهم هادو اللي عندهم فيرما، اسمحوا لي، اللي عندهم فيرما ديجيتالي ديال المدير ديال سبورتيلو اونيكو هنا الفوق وهنا لتحت، هادو مازال مسجلين، توصلوا بهذا الشيء هذا بالكونترا ديالهم شهر 6 وشهر 7، وكيتسناو في الموعد من شهر 6 وشهر 7، وباقي ما عيطوش عليهم. بغيتوني نحلف لكم؟ الواثق لا يحلف، قسما بالله العلي العظيم، يعني حتى نقول لكم الحق، قسما بالله الا باقي ما توصلوش بالموعد ديالهم، باقي ما عيطوش عليهم، ما عرفوش شنو يديروا، ما عرفوش المشكل فين كاين. ياك عندهم فيرما ديجيتالي هي هذه ساني فيها المدير، ياك كونفيرماتا، علاش ما عيطوش عليهم؟ اوكي، تقسم لكم بالله العلي العظيم الاخوان ديال برينديزي، السيد رسل لي رسل لي الباسبور ديالو، طابعين ليه الفيزا ديالو، وجا راه جا لايطاليا وما عندوش فيرما ديجيتالي. المشكل فين كاين؟ الله اعلم. كذا ومثال فوجا موديل بي الاخوان 2020، فوجا موديل بي ماشي 2020 لا 2022، ولكن الموديل اللي هو بي 2020 ديال الوراق 12 شهر، هذا حتى هو طبعوا لي ما عندوش فيرما ديجيتالي ديال المدير ديال سبورتيلو اونيكو. فينيتسيا هادو غير شويه ما بغيتش نبقى نطبع بزاف، ديال افيلينو ديال نابولي وديال كازيرتا وزيد. فينيتسيا الاخوان، فينيتسيا جا واحد البنت هي برينديزي جات، وهذاك ديال برينديزي اللي رسل لي الباسبور تنطلب من الله انه يكون يتفرج بيا ويرسل لي ويقول لي اخويا اه رانا رسلت لك الباسبور، رانا هو اللي فلان فلان ورانا جيت لايطاليا. وكذلك واحد البنت هي راها جات لايطاليا وكنت باغي نتعرض ليها باش انها تمشي من ايطاليا تمشي لاسبانيا، ولكن كانوا بعض الاخوان اللي تعرضوا ليها وعاونوها ومشات لاسبانيا، والله يسهل على الجميع. هادشي اللي بغيت نبين لكم الاخوان، يعني ما تقلقش، عندك كونترا ديالك خاصها غير تكون صحيحه، ماشي مشكل، ماشي مشكلة الاخوان السنية ديال المدير ديال سبورتيلو اونيكو، ولا يعني صاحب البيك هو اللي كيختار بغا تمشي يمشي هاد البي دي اف ديالو بالسنية ولا بالفيرما ديجيتالي ولا لا، هو اللي كيختار. حتى انا عندي كيف ما قلت لكم بيك، ممكن انني ندير واحد السنية باش تخرج بحال هذه، بان راه دافع راسلها يونس نهار فلاني، وهنا كاين سكادنسا، كاين تاريخ مدة تاريخ الصلاحية ديال الصنية، ممكن يكون فيها عام، ممكن يكون فيها عامين، فهمتونا الإخوان؟ ممكن يكون فيها على حساب هنايا، كاينة تل هنا في شهر تسعود، من تسعود يعني هاد الفيرما هادي كتبدا شهر تسعود شهر 3 2021 وكتوفى شهر تسعود شهر 3 2024 على حساب. إلا بغيت ندير أنا هاد الفيرما هادي بالبيك، حقاش أنا عندي بيك ممكن أنا نديرها. البارح راه دخلت وكنشوف يعني واش ممكن ندير، ممكن انا ندير فيرما ورسل بي دي اف بحال هذا فيرمي، وممكن نرسل بي دي اف ما كاينش فيه فيرما. اللي بغيت نقول لكم ما كاينش مناش تخافوا الاخوان، عندك كونترا
صحيحه راه غادي يطلع لايطاليا. عندك كونترا مزوره راه غادي تبقى تسنى، ممكن يعيطوا عليك يقولوا لك راه مزوره، ممكن يكتبوا لك في الايميل يجاوبوك بلي راه مزوره، ممكن انهم ما يعيطوش عليك كاع لان بزاف دافعين. شهر 4 كيتسناو في مواعيد، شهر الاخر ديال شهر 3، الاخر ديال شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 و6 وباقيين كيتسناو دابا ما عيطوش عليهم. ممكن انه يكون شي مشكل في الكونترا، ولكن في السنيه راه ما كاينش مشكل غير كونوا هاني. يعني اون فوا البريفيكتورا كتصدر هذيك نون لاوستار كترسلها للباترون كتقول له يعني قوم بالاجراءات قوم بالواجب ديالك. تهلاو ليا الاخوان فروسكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.